مصر تحذر تركيا من نوايا البدء في الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص. بوتين: مصر شريكا موثوقا لروسيا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في فيديو جديد من قناة مصر ميديا اي اي بي. من كرمكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، هيدعمنا كتير وشكرا لكم جدا. ويلا نبدأ في الفيديو على طول. اصدرت السلطات المصرية بيانا اليوم السبت حذرت فيه تركيا من نوايا البدء في الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أعلن عن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص. وحذرت الخارجية من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، كما أكدت على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه. المصدر: الصفحة الرسمية للخارجية المصرية. التقى الرئيس بوتين نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى حزام واحد طريق واحد في بكين، حيث أشاد بتطور العلاقات الروسية المصرية. وخلال اللقاء قال بوتين إن علاقات روسيا ومصر تتطور اليوم بقوة، ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده. وذكر بوتين بأن البلدين احتفالا العام الماضي بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأضاف: نحن نعمل على تطوير علاقاتنا اليوم بحيوية بالغة للغاية. مصر وبلا أدنى شك شريك موثوق لروسيا على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. وتابع: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى روسيا في أكتوبر الماضي تتيح لنا الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى جديد. وأضاف: نحن ننسق جهودنا إلى الساحة الدولية. وفي هذا الصدد أود أن أشكركم على موافقتكم لتصبحوا معنا الرئيس المشارك لقمة روسيا إفريقيا الأولى التي ستعقد في أكتوبر من هذا العام. وأشار بوتين إلى أن حجم التجارة بين البلدين ينمو بإطراد، وأنه ارتفاع العام الماضي بنسبة 14% ووصل إلى 8 مليارات دولار. وفي الفترة من يناير إلى فبراير حقق زيادة إضافية قدرها 25%. المصدر: نوفوستي. في نهاية الفيديو لو قدمت لكم معلومة جديدة أو خبر استفدتوا منه ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة من كرمكم طبعا. وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.